إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سيمان. فبعد التساقطات المطرية الأخيرة أرتحيت من جديد الحمد لله. أمامكم الصورة، مشهد رائع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. كيف ما ذكرت، مشهد أكثر من رائع، والأرض حيات من جديد مشاهدينا الكرام، والمشهد أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صورة أمامكم، شوفوا الربيع كيفاش حيا وعاد من جديد مشاهدينا الكرام. إذا دائما الصورة أمامكم على المباشر مشاهدي قناة شوف تي في. كيف ما ذكرت، شوفوا معايا الربيع كيفاش حيا من جديد، كيفاش ولا. الصورة أمامكم، الأرض حياة والزرع حيا من جديد بعد التساقطات المطرية الأخيرة ولله الحمد. شوفوا المشهد كيف داير، تبارك الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صراحة مشهد رائع، كل شيء على الشتاء. ف الحمد لله إذن دائما الصورة أمامكم على المباشر من نواحي بن سيمان. كيف ما ذكرت، أرض حياة من جديد بعد التساقطات المطرية الأخيرة، والمشهد أمامكم واضح. كيف ما ذكرت، المشهد واضح. شوفوا تبارك الله الخيرات. ف الارض كانت سخونه والربيع كان خارج، يعني تعتق بحال تعتق بحال تعتق قطاحة الشتاء. الحمد لله إذن دائما المشهد أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. بعد التساقطات المطرية الأخيرة فالأرض انتعشت من جديد وحيات من جديد. وشوفوا المشهد، فتبارك الله الربيع بدأ كيخضر وبدأ كينبت من جديد مشاهدينا الكرام. فالله يرحمنا برحمته يا رب إن شاء الله. صورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. الحمد لله لهذه النعمة، والله يدوم علينا نعمة، والله يرحمنا يا رب.